بالظبط. انا عايزه اقول لك كمان، يمكن رد فعل الناس لما جربوا، الناس يمكن كان في واحده مولوده اصلا وهي مش بتقدر انها تسمع، عيطت خلال الحفله لما لمست الاله الموسيقيه من كتر الاحساس اللي هي اول مره تعيشه او اول مره تجربه. الحفله دي كان فيها طريقتين، يا اما ان انت بتقعد جنب العازف وبتلمس الآلة الموسيقية عشان تحس بالاهتزازات اللي خارجة من الآلة دي، فتقدر ان انت تتخيل المزيكا عاملة ازاي او القوة عاملة ازاي او الاحساس عامل ازاي، او من خلال ان هم بيمسكوا زي بلالين كده علشان يحسوا برضو بالاهتزازات اللي طالعة سواء من الآلة الموسيقية او من السماعات. فيعني انا متخيلة رد الفعل او احساس انه حد بيجرب حاجة لأول مرة، وخصوصا لو كان طول عمره مش بيقدر ان هو يسمع، مش يعني ما حصلوش من خلال حادثة او انه فقد السمع بعد سن معين. فكرة انه حد بيجرب حاجة لأول مرة زي البيبي الصغير كده، ما بيبتدي يسمع اول صوت او يشوف اول حاجة او يجرب فكرة انه بيشوف الوان مختلفة، اعتقد انها حاجة بتأثر. طبعا حاجة تخلي واحد يشعر.